بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بيكم. النهارده عندي حاجه حلوه قوي قوي كلكم بتحبوها، كمال المصنعات اللي عملناها. ده السوسيس. السوسيس من الاكلات الحلوه اللي عايزين نعملها مضمونه. عايزين نشوف مع بعض ايه الدنيا في السوسيس، وعامل ايه، واخباره ايه. عايزين نعمله باي حجم احنا بنشوفه من بره او بنشتريه قوي قوي. السوسيس من الاكلات الجميله اللي اولادنا بيحبوها جدا جدا، وبنحب ان احنا ننفذها في البيت. استخدمنا فيه حاجات مميزه جدا في الطريقه بتاعت العجنه بتاعته. هنعمله مع بعض، يلا بينا يلا بينا. طبعا نشوف المقادير بتاعتنا عباره عن ايه للسوسيس اللي احنا عملناه دوت بالصوره الجميله ديت. طبعا احنا هنستخدم النهارده ملح صوت فول، وزي ما اتفقنا وقلنا كذا مره ان نسبه الصوديوم فيه قليله جدا، بيكون 34%، وملح صحي جدا وخصوصا لمرضى الضغط. فانا بلبس كلافز بس. هنا ده اللي انا بحشي بيه السجق او السوسيس. انا هنا قطمت القطعة دي كده عشان اقدر البسها في كيس هنا كده، لان الخليط في السوسيس بالذات بيبقى عامل ازاي، بيبقى طري. اما في السجق بيبقى شايفين ملبسها في كيس ازاي، اما في السجق بيبقى الخليط جامد شايفين كده، فبقدر احشي بايدي. شايفين السوسيس، خلطة السوسيس بتنزل ازاي. هنا لازم اعمل ثقوب عشان ما يطقش. هقول لكم الخلطه بتاعتنا عباره عن ايه وازاي. عن طريق ابره، عن طريق خله، بعمل ثقوب دايما عشان ما يطقش مني الكلام دوت. الخلطه بتاعتنا عباره، بيكون عندي في حدود ربع كيلو لحمه مفروم، عندي نص معلقه صغيره ملح صول، بيكون عندي الهانك دوت بره في المصانع بيلفوا بالسليلوز. الهانك ده اللي انا بربطه بدككه كله جوه الخليط اللي عندي. البهارات بتاعتنا عباره عن فلفل اسباني اللي هو الفلفل الارناؤوطي اللي بيعملوا بيه حمص الشام، ثوم بودره وبصل بودره، حبهان مطحون، معلقه صغيره بهارات، رشه قرفه، ملح صيني لو حبينا، عايز اديله شطه اديله شطه. ونبدا نشوف الخليط ده، ادعكه كويس جدا في البريسيسور، وبديله ربع كوباية مية متلجة عشان يبقى ناعم بالشكل ده. ده للسوسيس، يلا بينا يلا بينا. بنبدأ عن طريق الكيس. بعد ما انا طحنت الخليط واديته سنة مية متلجة، شايفين انا مدكك ده كله. لو عندي دبوس او عندي خلة ببتدي ان انا اعمل ثقوب في الكلام دوت عشان مش عايزه يطق مني، مش عايز الكلام ده يطق مني. ادي الثقوب عملتها اهيت، وابتدي ان انا اشد شويه كده لتحت، خلاص واحقن كده. وهكذا وهكذا. ادي صباع سوسيس اهوت. لو عندي ميه تكون ما بتغليش على النار، درجه حراره تكون هاديه، بنزل الكلام ده فيها وبيكون جاهز على طول على التحمير بعد كده، او على الشوي، جاهز على التحمير او الشوي. طيب قلنا حاجتين هما اللي بيدوا اللون الاحمر، ملح نتريت، وانا مش هنستخدمه خالص على الاول، بس اجيب لكم ده هنا كده على بال ما اكمل لكم الباقي. اقطم كده اهو، نحطه جنب اخوه. ملح نتريت وقلنا غلط. ممكن اعمل ايه بقى؟ مع ربع كيلو لحمه او نص كيلو لحمه ادي في حدود 50 جرام فول صويا، يا دوبك بيتنقعوا في ميه سخنه، او ميه سخنه بتغلي بحطه فيها، بسيبهم 5 دقايق واصفيهم خالص، سنه لون احمر. واقلبها بايدي، سنه اللون الاحمر جل طبعا او بودره يكون غذائي وصحي. وببتدي ان انا اطحنها مع اللحمه بنفس البهارات ديت، هيحافظ لي على اللون الاحمر دوت الموجود معانا.
مطلوب مننا دلوقتي ان انا اكمل لكم دوت واوريه لكم بعد كده ايه بهارات قدامكم، الحاجه قدامكم اهيت. ما عليا غير ان طحنت اللحمه ديت كويس جدا، بس انا عايز اختصر لكم الفيديو، وديته ربع كوبايه ميه متلجه، ما تخافوش من حاجه. ضروري جدا ضروري جدا في السوسيس ان انا يكون عندي، لو حبينا عشان يديني التماسك، لو ما فيش فول صويا، ان انا ادي معلقه كبيره نشا، ومعلقه كبيره للربع كيلو دوت، ومعلقه كبيره لبن بودره. معلقه كبيره نشا ومعلقه كبيره لبن بودره. انا ما حطتهمش هنا في المقادير، بس ضروري ان انتوا تدوهم يبقى افضل. هرجع لكم تاني. حلوة الفكرة دي، شايفين الدنيا، شايفين بملى ازاي. بديل المكن بس كده. بالنسبة لي القمع ده بنلاقيه فين؟ بنلاقيه ممكن في العتبة عندي ياسر 012-843-732، ده تليفون، وهو 14 على الجيش العتبة. شايفين الخليط عامل ازاي؟ معلقة النشا واللبن هما اللي بيشغلوه صح. يلا بينا نحط الكلام دوت في الفرن ونشوف دنيته ايه. يلا بينا. هدخل الكلام ده الفرن عندي، او ان انا ممكن اخده على الطاسة ونشوف هيبقى الشكل النهائي عامل ازاي. يلا بينا يلا بينا. ادي السوسيز عندنا هوت، عملناه مع بعض، شايفين اللون عامل ازاي. اللون ده جاي منين؟ زي ما اتفقنا ولما عملنا اللانشون، سنة لون احمر غذائي. شايفين اللون عامل ازاي؟ خلاص يلا بينا ندخل الفرن ياخد اللون المميز. يلا بينا. ادي السوسيس معانا هوت، وادي الجزء هوت. استخدمنا فيه ملح، صوت فول، وقلنا ان نسبة الصوديوم فيه بيكون 34%. لو عجبكم الفيديو بنعمل لايك وشير. قناة الشيف محمود عطية، القاكم على خير، والسلام عليكم.